هذا. وأذكر بيد الختام بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذا أذكر بقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وبقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن في مصر أخ للمؤمن في باكستان، أخ للمؤمن في النمسا، أخ للمؤمن في جنوب أفريقيا، أخ للمؤمن في السعودية وفي تركيا وفي قطر وفي اليمن. المسلم أخو المسلم. ومن ثم ومن مقتضيات هذه الأخوة أن نحافظ عليها وأن نوقرها وأن نجلها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله عرضه. فأحذر أهل الإسلام قاطبة، عربيهم وعجميهم، من أن تمتد يد أحدهم لقتل أخيه المسلم بغير حق، لقتل المسلم بغير حق. أحسن من قال: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. فالله الله في الدماء، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر في حجة الوداع: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.